ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. احب ارحب بمتابعينا الجدد في القناه، واللي منهم ورود من العراق، غرام، انس، زهراء، حسن. ولو اول مره بتشوفونا بنتمنى تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل حكايتنا. ويلا بينا بسرعه نكمل قصتنا. جه عمر بعد وقت واخدها. عمر خلصتي بيع جرجير؟ ظريف قوي يعني، مالك كده مش طايقه حد؟ اسكت يا دي عمر. اما انا شفت حته شاب ملهوش حل. عمر وهو بيغمز لها، هي الصناره غمزت ولا ايه نور وهي بتضربه؟ شوف الدماغ، انا بتكلم في حاجه تانية مش شكله خالص يا عمر. حاجه ايه؟ ضربه. ضربه نور بانبهار. اي يا عمر، ما شفتش وهو بيضرب الاشرار كان عامل ازاي؟ ولا بروده يخرب بيت كده، ولا منظره تبص في عينه تحس بهيبه كده ونظرته مرعبه تخليك تتمنى الموت. عمر بتعجب، هو مين ده؟ ما عرفش حاجه، وانا في المهمه كنت خلاص هروح بلاش، بس هو جه انقذ الكل. صحيح، هو قال لي ان اسمه شطان. اوقف عمر السياره بسرعه، فارتد جسم نور للامام. في ايه يا غبي هتموتني؟ عمر وهو بيبص لها برعب، قلت مين؟ الشيطان؟ نور بتعجب من ملامحه. الشيطان، انت تعرفه؟ ازاي شفتيه اساسا؟ وازاي ما تعرفيش شيطان المخابرات؟ شفته زي ما شايفاك دلوقت. وايه شيطان المخابرات ده؟ شيطان المخابرات ده حاجة كده زي الاساطير، شخص اسمه لوحده كفيل يموتك، بسمع انه مرعب جدا ومحدش عمره شاف شكله الحقيقي. ده مشهور جدا يا بنتي. فعلا كان فيه لحية وشنب كبار مغطين وشه، غير انه لابس نظارة غطت ملامحه جدا وما كانش باين حاجة. بس هو خطير قوي كده؟ خطير، ده مرعب، بسمع عنه اساطير كتير والناس كلها عندها فضول تعرف هو مين. محدش يعرف شكله الحقيقي غير مدير اعماله بس. مين هو مدير اعماله ده؟ سراج النويري. مش ده مدير شركة النويري للأدوية؟ هو ده يعتبر البوابة للشيطان، أي حد عايز يوصل له حاجة بتبقى عن طريقه. نور وهي خلاص عرفت هي هتوصل له إزاي، وكلام عمر زادها إصرار أكتر في بيت الشيطان. رجع لبيته ونزع التنكر وبص لنفسه في المرآة وهو بيقول في نفسه، أكيد مش هي، إزاي أبقى بشوف واحدة في أحلامي وتطلع موجودة؟ أكيد مش هي، حتى لو هي مش هينفع أقرب منها، أنا حياتي مش هتستحمل أي علاقة، أنا حياتي لشغلي وبس. أقنع نفسه بالكلام ده وذهب ليستحم ويرتاح. في الصعيد كان قاعد مع اتنين في منطقة بعيدة وهو بيشرب الخمرة. عثمان، يميني لا يمني عليها. طه، انت لساتك بتنمر على بنت عمه، ومش هستريح غير لما تكون مرتي. البت دي راحت مصر، غير انها ظابط شرطة هتبصلك كيف يعني؟ ليه ما شبهش يا ولد المركوب ولا ايه؟ عوض مش قصده يا عثمان، بس هو قصده انها اكيد شافت شباب هناك حلوين ومش هتبص للرجال احضان هنا. ولو نور ما هتكونش غير ليا، حتى لو اضطريت اقتل عشان اوصل لها. وفي منزل نور، دخلت نور للبيت هي وعمر، ووجدت سمر قاعدة وبتسمع فيلم حزين وبتبكي. قربت نور منها، يا بنت الهبلة يا سمر، مالك يا اختي؟ سمر ببكا، شفتي يا نور، البطل ضحى عشان خاطر يسيب حبيبته تعيش بسلام، ما كان ممكن يبطل خمرة ويعيش معاها بسلام، بس لا، انتحر الجبان. اشيكي تو، وانتي مش اتفرجتي عليه 100 مرة ده؟ بس حلو قوي يا نور وبحب اسمعه. عمر بعد ما غير هدومه وخرج، عملتي اكل يا سمر؟ اكل ايه؟ بقولك البطل انتحر، ما يولع، احنا هنطفح ايه؟ ما عملتش اكل. نعم يا اختي، ما عملتيش اكل ليه؟ ايه يا عمر، جيت من المدرسة وصححت الكراسات وبتفرج على الفيلم، هقطع نفسي يعني؟ لا معاذ الله يا اختي، نولع احنا حضرتك عادي. خلاص يا عمر هغير واجي اعمل لكم بطاطس. يوه، بطاطس بطاطس، معدتنا وجعتنا منها. انا هنزل اجيب من السوبر ماركت لانشون وجبنه ومربى، وحفوت على الفرن اجيب فينو نمشي بيه اليوم. نور وهي بتخرج عمر من عصبيته، قشطه يا كبير، وانا هعمل عصير برتقال واعمل فشار ونجيب فيلم رعب وننتقم من البت دي. عمر بضحك، قشطه يا باشا. دخل سراج للمنزل، وجد شيطان
قاعد قصاد التلفزيون وهو شارد مبصله بتعجب. شيطان انت يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه جاي. مالك سرحان في ايه؟ ولا حاجة عادي مهمة كده. جبت عشا معاك؟ اه جبت. امتى ربنا يتوب علينا من اكل برا ده؟ بقولك ايه، مش ناوي تتجوز يا شيطان وتجيب واحدة تعمل حس في البيت بدل ما احنا بوزنا وبوز بعض كده؟ بصله شيطان، تفتكر حياتي تسمح لي ان اتجوز؟ ليه لا عادي، انسى. بقولك ايه، يلا ناكل ونخرج عشان انا زهقان. الشيطان عايز يخرج؟ ايه مش بني ادم ولا ايه؟ لو عايز الصراحة لا تمت للبني ادمين بصلة. طب يلا روح جهز السفرة بدل ما تترحم على نفسك. طيب هروح اجهزها بسرعة. وفي لحظة رجعت نور تقتحم احلامه من تاني. دخل عمر لقى البنتين بيتقتلوا ووضع الاشياء على السفرة وركض بسرعة عشان يحاول الفكاك ما بينهم، لكن كان الضرب الاكبر من نصيبه. عمر وهو بيحاول جعلها تتوقف، اهدي يا سيد المعلمين، هي قدك دي؟ ابدا، وديني اللي اجيبها من شعرها الولية الحيزبونة دي. امسكها يا عمر، دي بقت حرمة مسعورة. طب في ايه فهموني. سمر وهي رفع قصادهم فستان يبدو انه جديد لكن مقطوع. عمر ماله ده؟ سمر بصراخ وهي بتحاول امساك نور من شعرها، الاستاذة قطعت لي الفستان اللي مش لبسته غير مرتين عشان ترقع العباية اللي اتنكرت فيها عشان اكمل الدور يا سوسو، يعني اروح بعباية كاملة وعادية كده؟ سمر وهي بتضربها لكن بتيجي الضربات كلها في عمر، لا ازاي تقطعي الدرس الجديد بتاعي عشان نسبك الدور وفي الاخر فاشلة برضو. نور بصت لها بصدمة وكأنها قالت شيء اول مرة تسمعه، انا فاشلة يا سمر؟ اه فاشلة. ايه زعلتي؟ قال يعني ما كنتيش تعرفي. بصت لها نور بغضب، فاشلة في عينك يا سمر، انا ضبطة محترفة. سمر بسخرية، ضبطة يا شيخة غوري، انت بتعرفي تضربي عيل صغير حتى؟ نور بتحدي، هتندم عليه. طب ايه رأيك اني في خلال 3 شهور هكون محترفة؟ لا والله. طب انا موافقة، هتشوفي. عمر متدخلا عشان يفض القتال، تايم اوت يا جماعة، يلا نطفح عشان حموت من الجوع. نور وهي رايحة ناحية الأوضة، كلوا انتوا بالهنا والشفا. سمر من خلفها، هي زعلت مني؟ الصراحة انت زودتيها يا سمر، مش كفاية كله شغال احباط فيها نيجي احنا كمان نحبطها؟ بصت سمر بدموع وهي خايفة ان تكون احزنت وألمت قلب اختها. دخلت سمر لأوضتها هي ونور ووجدتها متسطحة على الفراش وبتبص للسقف. سمر قربت منها، نور انت زعلتي مني عشان قلت عليكي فاشلة؟ لا عادي يا قلبي، انا بتتقلك كلمة دي اكتر من السلام عليكم، وانت عارفة اختك عمرها ما بتحط حاجة في دماغها عشان اقدر اكمل. بس حبيبتي انت مش فاشلة ابدا، كفاية قلبك الابيض ده اللي زي الاطفال، انت جوهرة يا نور عيني. ابتسمت نور على اللقب اللي دايما بتقوله لها سمر، حبيبتي ربنا يديمكم ليا يا رب. امين يا قطتي، يلا بقى نطلع ناكل والا زمان الوضع عمر هيقضي على السفرة. بصت لها نور بضحكة، طب روحي الحقيقي وانا هغسل ايدي وحصلكم. خرجت سمر واكملت نور تفكيرها، ازاي هتقدر خلال 3 شهور القتال؟ في البداية كانت اخذ امر الشيطان كتسلية لوقتها ومن باب الفضول، لكن دلوقتي اصبح امر محقق، يجب ان تبدأ في خطتها وسوف تجعل الشيطان يدربها بنفسه، وهذا ما عزمت ان تنفذه في الصباح الباكر. في الصعيد كان قاعد زي عادته مع طه وعوض صحابه. عثمان، يا بوي البت نور مش بتخرج من نفوخي. طه بخبز، ما هي تستحق الصراحة وهي كيف القشطة. بص له عوض بقرف وهو عارف طه كويس، دايما بيطمع في كل شيء ليه هو ولا يبالي ان كانت تخص احد او حتى صديقه المقرب، وده اذا اعتبرنا ان نور بتخص عثمان. كل ده وعثمان لا يعي شيء بسبب سكره. جت اليه بنت واخذت في اغواءه وقطعه هو شيطانه
ومشي معها لشقته اللي اشتراها لي بس بعيدا عن منزلهم. في بيت الشيطان كان شيطان بيقوم بالتمارين في حجرة تمارينه وكان بيأديها بشدة. دخل عليه سراج وفي ايده ظرف بيوحي بمهمة جديدة. بصله الشيطان نظرته المظلمة وجسده المعضل بيلمع بسبب عرقه اللي بيتساقط. سراج: القائد بعت لك تفاصيل المهمة الجديدة يا شيطان. بصله الشيطان بمعنى انه يكمل: جهز نفسك للذهاب لأسبانيا. وبص الشيطان قصاده بنظرة توحي باستيقاظ الوحش داخله. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا. يا ترى نور هتعمل ايه في الحلقة الجاية؟ ولسه قصتنا في بدايتها والجديد شديد. استنونا في حلقتنا الجديدة، وعشان يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو القصة عجبتك ادعمنا بلايك فضلا وليس أمرا. مع السلامة.